سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، هل يجوز الانحناء تعظيما لشخص لا سيما من له مكانة اجتماعية أو كان من قوم هذه تحيتهم؟ نرجو التفصيل في ذلك، استونا مأجورين جزاكم الله. لا يجوز الانحناء عند السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فالسنة عند الملاقاة هي المصافحة. إذا لقيت أخاك في السوق وأوجبت الملاقاة أن يقف معك وتقف معه فصافح. وليس المعنى أنك كلما مرت بأحد بالسوق تمد يدك تصافح، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لقيك أخوك ودعت الحاجة أن تقف جميعا فصافح، ولا تنحني له ولا تقبله ولا تعانقه إلا إذا قدم من سفر. فقد قال الشعبي رحمه الله، وهو من كبار التابعين المعروفين، قال: إنهم كانوا إذا قدم أحد من السفر يعانقونه ويقبلونه، وأما بدون سبب فتكفي المصافحة. الانحناء ممنوع، المعانقة والتقبيل إذا كان لسبب فلا بأس، وإلا فلا، فلا تعانق ولا تقبل. المصافحة أجب، سنة. على كل حال عند الملاقاة التي يكون معها وقوف. نعم. التقبيل عند التعزية والمعانقة لا أصل له أبدا. اللهم إلا رجل مثلا لم قدم من سفر وواجه أهل الميت فلا بأس أن يقبلهم ويعانقهم، أما من أجل التعزية فلا. هذا إمام المسجد، ما نقدر نقول نرد سؤاله، وقد بلغناكم أنه لا جواب على سؤال شفوي.